يدعو اللون في برشا وستخدم أغريسيف إنك تحكي معها بالفصوى عليك أنت نوعا ما تقبل الرأي المخالف تسمعه تفهمه pour moi il y a une différence بين ال hate speech وال free speech معناها parce que Clément هو يدعو plutôt للعنف للعنف plutôt que un débat ولا انك منشط تلفزي طلع شو نقول له مش فيك تحكي هكا على الحساب على اساس هو عنده اساسيون ما عندوش حزب يعني ما يجيش نورمالمون كيما يرى روحه ويرى الاخرين كل واحد يعطي حقه هو ديجا مادام لازم نحرقوهم الكل ولازم هو شانع مدربز ديجا دونك باش نقول له اطلب السماح مش اطلب السماح دونك جو بونس هذاك علاش الاحتمال الثاني بون انا عكسها في الفكره ما عادش تقول لك هيك شنو معناها أعطي حاجة صحيحة في الأحزاب الأخرين اكسب شعبية اكسب شعبية بالحب عليها مش بالكراهية من الأخر خطاب كراهية اللي احنا ضده اللي احنا يلزمنا نتصدي له معناها كان أنا باش نسكت باش نكون معاه في الرأي معناها ما تقولش عليا جو سوي داكوغ اللي هو قاله دونك جو دوا كليرمون انتراجير كونتخ اللي قالوا الكل البروفيل هذا اوكي ما تجيش معقل يا دي اها وغزل مركان انا ما نفهمش برشا في الكره مي اذا كان سي كليرمون دو لانجستيس دونك سيرتينمون باش نقول كو سي انجست انا نذكر تفرجت البارح في ماتش بين دو زيكيب عرب واللي هما ياسر متحركين دونك جي المعلق كي ماركيت ليكيب قال دون لو سونس دوس عليه و ان تروك هكا معناه لي في ان بو تري اغريسيف مش حتى دونك فوالا ضد انا كان كليم كي من هكا مي بون صح وكل يصير دونك انا مع الاحتمال الثالث اللي هو وضع كيرسي على الله ماذا بينا نتحبب الناس الكل في بعضها باش الناس الكل تروح فرحان واللي خسر يقبل واللي ربح ديما لازم نروح رياضيه يروح فرحان وكها انا وين في ذا سويرة جميل ما جيتش معاهم كانوا ستنامي اشتغلش جزوني معاكم سينو الكولور دو بو ايتو نو بيان سور كو نو هذه عنصرية وخطاب كراهية اللي عبد ماهوش باش يعملوا في الدنيا بالكشي خاطر يخاف من الرياكسيون تاع العباد اما في الفيسبوك يل سو روتروف ورا شاشه ديريان ان اكران دونك ينجم يقول اللي يحب ويضربوا له على الطياره دونك يل بروتيجي باغ ليكران سورتو كو اون فو كي شويه اتيري لاتونسيون تاع شويه جامي تاع الكل انا باش يخرج قلوبك في عيني برشا قلوب باش تكون كومنتاري هي احلى تصويره ريتها نار اليوم والله ما عنديش فيها راي انا هذايا نحب نرجع بيك للاول النجم معناها الحكايه اللي قالوا اللي بيا جرايرهم هما غلط مش جراير اللي بيا جرايرنا احنا توانسه في رواحنا اللي هو يقول لك طمع وقطعان الرقبه متحاذين النجم مش نكمل لو النجم مش نكمل تفضل قول كلمه معايا شاركني شويه شنو رايك فيها انت الفوز هذايا دونك سي سيرتينمون اون انسيتاسيون على ان سوسي دي اكيد انه باش كلادا نحترم الشخص مي بروبابلمون جانفيت ان ديبا ما بيناتنا بلوتو كنخليها كيك هيت سبيتش وحده ماني قالو كرونيكور هو على اللي بايا
هو يخلق التمييز والاختلاف ما بيناتهم معناها. نو هذه من نقمة تخلي التوينسا يدوروا على الليبية خاطر نو هما جرايرهم غليت الدنيا والكل دونك سورتو كان ما يكونش بازي على اناليز اوبجيكتيف اناليز كيما يلزم تكون معناها. لا وزي والله ما نزلت في بلاصتك نزلت في بلاصتك لازم ننزل